منذ نشأة المجتمعات الإنسانية بدأت الحروب والتي اختلفت بتطور أسلحتها والتي شهدت كذلك الكثير من الانتهاكات، لكن القرن التاسع عشر شهد بداية التأسيس لقوانين تجرم الانتهاكات للقانون والأعراف الدولية والإنسانية، لتسمى تلك الانتهاكات بجرائم الحرب. تعرف جرائم الحرب بأنها قد ترتكب خلال نزاع داخلي أو حرب بين دولتين، فيما يمكن أيضاً ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وقت السلم أو خلال عدوان أحادي الجانب ضد مجموعة من السكان العزال. في هذا السياق حدد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمشتق من اتفاقيات جنيف للعام 1949 جرائم الحرب بأنها انتهاكات خطيرة للقوانين الإنسانية أثناء النزاعات والحروب. ويؤسس القانون الدولي ثلاثة مبادئ، هي التمييز ليشمل التفريق بين الأماكن المدنية والعسكرية، والتناسبية والتي تحظر القتل الجماعي لسكان المدن بشكل انتقامي، والحيطة لتجنب أو تقليل الضرر الذي يحدق بالمدنيين. ويندرج تحت وصف جرائم الحرب الكثير من الممارسات مثل جرائم الاستخدام لأسلحة محظورة والقتل العمد والتعذيب واحتجاز المدنيين أو استهداف المنشآت المدنية، وكذلك التمييز العنصري والعقوبات الجماعية للسكان كمنع المواد الغذائية مثلاً. تتولى محكمة الجنائية الدولية اليوم محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وهي المحكمة التي ظهرت إلى الوجود في الأول من يوليو من العام 2002، ولا يمكنها النظر في الجرائم المرتكبة قبل ذلك، وصادقت على القانون قانون المحكمة 124 دولة، فيما انسحبت أمريكا وإسرائيل منها. تختص إذن المحكمة محكمة جرائم الإبادة الجماعية بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، والجرائم ضد الإنسانية والتي تشمل كذلك الإبعاد أو النقل القسري للسكان والتفرقة العنصرية وجرائم الحرب وجرائم العدوان.